انا عارفه ان انتوا عملتوا مقابلات مع مسؤولين ورؤساء بنوك ومؤسسات رسميه، مين اللي قابلتوهم ووصلتوا لايه؟ احنا نزلنا جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي هو الصندوق الاجتماعي سابقا، هو غير الاسم بقرار وزاري مؤخرا بعد ما الرئيس خصص ميزانية للمشروعات دي. نزلنا برضو بنك مصر، رحنا البنك الاهلي، رحنا بنك اسكندرية، نزلنا ارض المعارض، في كمان عرفنا ان في حاجة اسمها شارع مصر ده معمول اتعمل السنة دي اتعمل في السنة دي 2017 يعني. نزلنا برضو صورنا وسجلنا فيلم، عملنا لقاءات مع المسؤولين وسألناهم. هو كان أكتر مشكلة بتقابل البنوك بالتحديد إن كان في بالنسبة للأوراق ما كانتش بتبقى الشروط مستوفية 100%، بس بشكل عام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بيقدم تسهيلات كتيرة جدا، زي دراسة الجدوى، زي مساعدات مالية وغير مالية. يعني هو مش الفكرة دي إن هو جزئية بيقدم مهمة كارد جدا بس، تقريبا، لا هي اللي بتبقى واقفة عقبة أمام الشباب يعني. اه يعني اللي شايفه دلوقتي ان الشباب في المرحله دي ما فيش اي عقبات ان هم يبداوا مشروع، غير ان هم يكون عندهم اراده واصرار ان هم يبداوا يعملوا المشروع ده. أهم حاجة يكون في تيسير من الجهات المعنية، دي أهم حاجة، لو دي بتسهل لكم إن أنتوا توصلوا للنقطة اللي أنتوا هو حابينها. احنا اوريدي شفنا كده فعلا، يعني احنا لما رحنا جهاز تنميه بصراحه هم بيساعدوا الناس، يعني بيمشوا معاهم خطوه خطوه لحد ما ينفذوا المشروع ويبداوا فيه.